السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي جيجي؟ النهاردة ان شاء الله جايب لكم وصفة جميلة لتكبير الشفايف، وهتخلي شفايفك ان شاء الله جذابة وممتلئة. بنات كتير بتحب انها تعمل تكبير للشفايف وتخلي منظرها حلو كده. على فكرة في طريقتين، في طريقة ممكن تعمليها بالوصفة، وفي طريقة ممكن بتعمليها بالمكياج والكونتور. وانا هقول لكم برضو طريقة الكونتور في اخر الفيديو، تابعي اخر الفيديو عشان تعرفي الطريقتين. احنا هنعمل دلوقتي وصفة طبيعية بمكونات طبيعية زي ما انتم شايفين، وهنقول لك برضو ازاي تكبري الشفايف بالكونتور والميك اب. هنبدأ نقول دلوقتي المكونات الوصفة بتاعتنا، يلا بينا. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. أنا هحتاج النهاردة إن شاء الله معلقة واحدة من القرفة، معلقة واحدة من السكر الخشن زي ما انت شايفة كده، يفضل يكون سكر خشن بني، وهحتاج معلقتين، معلقة من الفاصلين الطبي، ومعلقة من زيت جوز الهند اللي هو الكريم، كريم جوز الهند زي ما انتم شايفين، دي معلقة من الفازلين ومعلقة من جوز الهند. هنبدأ دلوقتي نعمل الوصفة مع بعض. اول حاجة طبعا هنجيب القرفة وهنبدأ نضيف عليها السكر، وهضيف معلقة الفازلين الطبي بالشكل ده، وهنضيف برضو معلقة من زيت جوز الهند. وهنبدأ نقلب بقى المكونات مع بعض. الوصفة دي طبعا بتعمل كمان تقشير، يعني احنا بنضيف السكر عشان نعمل تقشير كمان مش بس تكبير للشفايف. هنجربيها بنفسك وهتشوفي بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. ده بقى معايا الخليط اللي انا هستخدمه للوصفة بتاعتي بالشكل ده. كده الوصفة بقت جاهزة ان انا استخدمها. هتجيبي بقى فرشة من بتاعة الأسنان، وهنبدأ نستعملها ازاي. أنا معايا الفرشة دي، هبدأ أحط عليها كده الوصفة بتاعتي بالشكل ده، وعلى الشفايف هنبدأ ندلك الشفة اللي فوق بالشكل ده كده بحركات دائرية. تبدأي تدلكي كده وتدعكي لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، استمري في الدعك كده في الشفة من تحت لفوق بحركة دائرية بالشكل ده، وهتبص تلاقي شفايفك بدأت تتنفخ وبدأت تكبر. برضو كذلك الشفة اللي تحت اعملي بيها فيها كده بالشكل ده. الوصفة دي جميلة وبتخلي الشفايف تكبر وبتبقى شكلها جميل جدا، لكن طبعا ما تضغطيش قوي بالفرشة علشان ما تجرحيش نفسك. بحركات دائرية بس لمدة 5 او 7 دقايق من تحت لفوق، وهتبدأي برضو تعملي الشفة التانية. هتشوفي نتيجة كويسة جدا جدا. انا جربت الوصفة دي والله يا بنات، وبصراحة نتيجة كويسة، بس طبعا هي ما بتبقاش يعني دايمة، يعني ممكن تعمليها تستنى معاكي فترة وبعد كده بتروح اعمليها تاني. يعني بتبقى جميلة جدا خاصة لما يبقى عندك مناسبة ممكن تعمليها وبتديكي نتيجة كويسة قوي. انا برضو هقول لكم ازاي نعملها بالكونتور او بالميك اب. هحط صورة في نهاية الفيديو هتشوفي بنفسك طريقة عملها بالكونتور، سهلة جدا جدا برضو، بتخلي الشفايف غليظة وكبيرة وبيبقى شكلها جذاب وجميل ان شاء الله. يا رب الفيديو النهاردة يا بنات يعجبكم تستفادوا بيه بإذن الله. اذا عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروه لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.